منهم. اتصل بي أخ من باريس قبل يومين والله العظيم، وكلامه كله ممرور مليء بالمرارة مكبود. يقول لي يا سيدي، بقول لهم هنا أنا لست أفرح، بقول له جماعته في المسجد، أنا لم أعد أفرح بفرنسي يعتنق الإسلام أو فرنسية تعتنق. ليش؟ لماذا؟ قال لأنه في مقابل فرنسي يعتنق الإسلام عشرات بل مئات من أبنائنا يخرجون من الإسلام. قال لي والله يا فلان، قال لي ابنتي تقول لي، وقال أنا ربيتها على الإسلام، هو ما شاء الله إنسان متدين يعني، بتقول له يا أبتي كفرت بدينك، أستغفر الله العظيم. هو مصلي وزوجته مصلية و24 ساعة في المسجد، حمامة مسجد، والبنت كانت محجبة، قالت له كفرت بالإسلام. يا بابا جن الرجل، ليش؟ لماذا؟ قالت له عار، الإسلام عار، أنا في المدرسة لا أستطيع أن أقول إنني مسلمة. كل ما يأتي خبر، فيديو، يوتيوب، تعليق، عنوان مجلة، منشط عريض، المسلمون، الإرهابيون، القتلة، قتلوا في اليمن، قتلوا في سوريا، قتلوا هناك، قطعوا رأس هذا، ذبحوا هذا، كبروا على هذا. قلت له هذا عار، لا أريده يا بابا، كفرت بدينك. قلت له يا أخي، قال لي والله هكذا يا أخي، ابنتي تقول لي كفرت. وقال لي مثلها كثيرون جدا، وأنا أعلم هذا، وطالما ولا نزال نحذر من هذا. اللي مش شايفه أعمى، وأنا بقولكم العمى عند الإسلاميين ما شاء الله ضارب بأطنابه، ما كذبش عليكم، أكثر ناس عميان أن يلاحظوا الوقائع والأشياء كما هي الإسلاميون، أكثر ناس. واحد يقول ليش أنت متحامل؟ طب أنت إسلامي. إيه بس إسلامي حتى بنتخذ نفسي، أنا مين أنا؟ لازم نشوف الحقائق، تعرفوا ليه؟ وبحاول نكون منفتح وانفتح على الدنيا وأشوف إيش الحاصل في العالم حولي هذا، بحاول أشوف ولا أستعير عيون أحد، ما فيش حد يقول لي شوف بعيني، لا يا حبيبي، حشوف بعيني أنا، كما لا أستعير عقل أحد، وهذا ما أدعو إليه، وهذا الذي يكرههم في هذه الدعوات على فكرة، بالعكس هم يعملون تماماً على تربية أجيال لا ترى إلا بأعينهم هم، أعين القيادة وأعين، انتبه، ولا تسمع إلا بأذانهم ولا تفكر إلا بعقولهم، عشانك لا في سماع ولا بصر ولا عقل يا إخواني، ضعنا. أنا أقول لكم هؤلاء أسسوا ولا يزالون سادرين في هذه الطريق، على ماذا؟ على العزلة عن العالم، يحزلون يا إخواني، صدقوني. أحد كبارهم وهو من فضلائهم ومن أحسنهم، تقرأ في كتبه هو يؤسس للعزلة من أول يوم. ما معنى أن يأتي شيخ كبير داعية بين قوسين بسموه مؤسس حركة كبيرة ويكتب في كتبه تطبع إلى اليوم، يقول لهم إحنا كجماعة كأبناء هذه الجماعة ممنوع يحظر علينا، يحظر عليكم أن تتحاكموا إلى المحاكم الأهلية، أي خلاف بين اثنين في الجماعة يحل داخل الجماعة. والله ينفع؟ ليش يا بابا؟ وعندكم أجهزة قضائية متخصصة؟ هذا جهاز، هذه مؤسسة، القضاء مؤسسة عريقة وصعبة وعندها طرائقها ووسائلها وعندها هيبتها أيضاً، مستحيل. أكبر لحية وأكبر شيوع زنديق أمام القضاء بأخذ حجمه، وفي هذا قضاء يا حبيبي، في لعب، هذا مش صحيح. وإحنا شفنا كيف مبارك واقف قدام القضاء امبارح رئيس، اليوم قدام القضاء، هذا قضاء له هيبة، كيف أنا وإنت الناس الغلابة خوف القضاء؟ لا لا، داخل الجماعة قال نقضي، داخل الجماعة وين راح القضاء؟ ما في شطب على القضاء، مؤسسات لحالهم، كل شيء لحالك بده يصير. وطبعا نشوف التحذير عاد والله العظيم في الكتب، في الكتب المؤسسة لهذا الفكر، مش بقول لك سيد قطب رحمة الله عليه، قبل سيد قطب، في الكتب المؤسسة. وممنوع يكون لك اتصال بالمجلات، بالصحف، بالمش عارف في دور الفكر والعلم وكذا، بكذا الغير إسلامية. يا جماعة الخير، إيش العزلة هذه؟ إيش هلقيتوا هذا؟ إيش هلقيتوا هذا؟ ليه؟ ليه؟ أنا مسلم، أنا ابن هذا المجتمع، أنا سأذوب في هذا المجتمع. ذوبان ماء الورد، ماء الزهر في الماء لكي أطيبه، وين ما أروح بإذن الله أبث الخير الذي عندي، ولا مش صحيح؟ أنا مش خايف على حالي، بالعكس. بس أنا أقول لكم هذه الطريقة في التفكير طبعا لها أسباب ولها تعليلات كثيرة، بس من ضمن أسبابها وتعليلاتها أنها تقوم وتتأسس يا إخواني على نوع من التدين التماثلي الاجتماعي، لا علاقة له بالخيار الشخصي وبالوعي الذاتي الديني. طبعا الإنسان الذي اختار دينه، قل لي الحيني، قل لي اقنعني، قل لي أنه في سيدة هنا في النمسا، في أوروبا، في أمريكا، في نيوزيلندا، في أي مكان اختارت الإسلام وحاربت أهلها ومجتمعها، أمها، أباها، كذا، وهذه بتخاف على حالها، إيش هذا؟ تتحدى مجتمعا كاملا هذه، صح ولا لا؟ الألمانية أسلمت هذه تتحدى حضارة كاملة اسمها الحضارة الغربية،
تتحدى دولة عظيمة اسمها ألمانيا، مجتمع عريق من اسمه المجتمع الألماني دون، لا هذا خياري أنا. أنا اكتشفت أن هذا الدين هو الحق، أنا مسلمة من اليوم، انتهى. وبتطلع في التلفزيون بهمهاش، بتطلع في المجلات بتناقش كذا، ولا مش صحيح؟ ليش مكتوب الغلب على المسلمين والمسلمات والمفروض يتصور كل مسلم ومسلمة أنك أنت ضعيف يا مسكين غلبان، ما تقربش على الجو هذا، هذا هو أبوه بتضيع فيه، ما تقربش على هذول، ما تقربش، خليك بس معانا، بس معانا، بس معانا، بس في جلساتنا، في مساجدنا، في حلقاتنا الضيقة. وأنا أقول لك والله العظيم ستصبح أعمى أصم وفي الأخير أهبل وأحمق، ولن تفهم شيئا في العالم، ولن تستطيع أن تغير أو تبدل أو تساهم. كنتوا فاهمين نظريتنا في التغيير، عندنا تحفظات على كلمة التغيير هذه، إيه؟ تساهم في تطييب العالم الذي تعيش فيه، بس هم يحبون التغيير، يحبون التمكين، نسخ أوضاع وإثبات أوضاع، عبارات كبيرة بسموها الخطابات الكبرى، جراند هذه، هاد سكورسز، خطابات رهيبة والعياذ بالله. شيء مخيف، عزلة، أنت تؤسس لعزلة ولشخصيات مقموعة سيكونون عمياناً، عميان، يكرهون مجتمعهم، يكرهون دولهم، يكرهون شعوبهم طبعا، لان هذول هم شيء واحنا شيء، احنا غير شكل، احنا حاملين التورشه، حاملين المشعل، احنا بيدنا الوصفه السحريه، عندنا طلسم النجاه، كانوا يعني ما بعرف انبياء بهم كفار، ما بصح هذا التفكير يا اخواني، دمرنا هذا،